شكرا يا اكسلنسي عبد الفتاح السيسي. My الرئيس عبد الفتاح السيسي شقيقي وأخي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الوفود الكرام، الممثلين لجانبي البلدين الوفدين الرسميين للبلدين، السيدة والسادة مساء الخير. As you can see, كما ترون much has been said by my brother, ذكر His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi. I therefore be very brief because in my culture, the guest is not supposed to speak much after the host has spoken. About it, I wish to thank you, Excellency, for the cordial invitation to your great country. I also wish to note the gratitude, the warm welcome and gracious hospitality كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي تفضلتم به تجاهي وتجاه وفدي منذ أن وطأت قدمينا مصر. في الواقع جئت إلى مصر في الماضي، ولكن هذه أول زيارة لي لمصر منذ أن توليت الرئاسة الجمهورية المتحدة لتنزانيا، ويمكنني القول أن مصر في الواقع قد التي زرتها في الماضي ليست هي مصر التي أزورها اليوم. أهنئكم على هذا التقدم. التقدم الذي تحقق في الواقع هو درس مستفاد لبلدي. أصحاب المعالي، ليس من فترة بعيدة أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا قد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وكذلك التقدم المحرز بشأن إنشاء سد جوليوس نيريري، وكذلك فيما يخص مذكرة التفاهم في مجالات الشباب والرياضة والتعليم والسياحة. وأثناء مناقشتنا، فكل منا قد أكد مجددا شعورنا بالرضا والتقدير للعلاقات الممتازة طويلة الأمد التاريخية بين مصر وتنزانيا. فزيارتي اليوم هي كذلك تعكس فرصة أخيرة للروابط القوية للصداقة والتعاون، والتي بنيت على أسس صلبة بيننا، وكذلك والتي تتجسد في بناء سد جوليوس نيريري. وهذه العلاقات تعود إلى العلاقات الثنائية بين الرئيسي جوليوس نيريري والرئيس عبد الناصر منذ وقت طويل، وتعكس كذلك الوحدة والأخوة والعدالة، وكذلك التحرر الاقتصادي للشعب الإفريقي. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، فيما يخص السلم والأمن، أنني قد أطلعت شقيقي. فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تنزانيا تواصل أن التمتع بالسلام والهدوء في كل مجالات الحياة، سواء في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي. وهذا الموقف قد قدم فرصة للحكومة لكي تركز جهودها على تعزيز الاقتصاد وكذلك تطوير الخدمات الاجتماعية. وعلى الناحية الاقتصادية، فتنزانيا من الاقتصادات الناشئة وقد تأثرت كثيرها بكوفيد 19، ولكي نعمل على إنعاش اقتصادنا فقد قمنا بضخ العديد من الحزم التنشيطية التي في المجالات التي تضررت بفعل الجائحة مثل السياحة وغيرها. إن في إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5 أو 0.6 في هذا العام والعام القادم وعلى مدار السنوات. وفيما يخص مصر وتنزانيا، فإن التعاون التنموي، فإن حكومتي في الواقع تقدر المساعدة الفنية طويلة الأمد التي تقدمها مصر على مدار سنوات في مجالات التعاون، والتي تشمل العديد من المصانع التي بنيت كما ذكر هنا من قبل، كذلك عدد من المنح الدراسية وبرامج
برامج بناء القدرات من جانب الحكومة المصرية